إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم هذه الاحتفالية الخاصة بوزارة الأوقاف والاحتفال بليلة القدر بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار المسابقة رقم 30 لتكريم حفظة القرآن الكريم وتفسيره وتدبر آياته، سواء من الناطقين باللغة العربية أو غير الناطقين باللغة العربية، وأيضا من ذوي الهمم، وأيضا تابعنا تكريم الأسرة القرآنية. إذن مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير. صباح الخير أستاذ حنين، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ صلاح. إذن ونحن نتابع هذه الاحتفالية بليلة القدر في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، كيف نستلهم روح ليلة القدر ومعانيها وقيمها الدينية والروحية في المعيشة ومعايشة الأزمات التي قد يتعرض لها الإنسان في حياته؟ وطبعا الاحتفال مصر اليوم بليلة القدر، كل عام وأنتم بخير جميعا، وأن يحفظ الله وطننا الغالي ويحفظ الأمة العربية والإسلامية في هذه الأيام المباركة. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل عام أن يشارك المصريين والمسلمين هذه الاحتفالية العظيمة، نظرا لأنه الرئيس يعني حريص على تكريم العلم والعلماء وتكريم حفظة القرآن تحديدا وتكريم ذوي الهمم على وجه خاص. الرئيس يعني حريص كل عام أن يشهد هذه الاحتفالية وأن يكرم بنفسه الذين يعني منحهم الله يعني عظمته بأن يحفظوا كتابه الكريم. طبعا الرئيس اليوم قدم التهنئة لحفظة كتاب الله، وقدم التهنئة للعلماء وعلماء الدين وعلماء الأزهر الشريف الذين قال أنهم يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف والفكر المنحرف، وهذه هي يعني لب الجوهر دور العلماء ودور الذين يعني يعملون على يعني إرشاد الأمة إلى يعني جادة الطريق والطريق السليم بعيدا عن الغلو والتطرف. الرئيس حرص أيضا خلال كلمته على تأكيد المعنى الذي سبق أن أكده عدة مرات، وإعلان تضامن مصر مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. الرئيس شدد على أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى جهودها لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. الرئيس كان حريصا خلال هذه الأزمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أن يؤكد هذه المعاني في كل مناسبة، والرئيس جدد التأكيد اليوم على هذا، أنه موقف مصر ثابت وأصيل ومتجذر في اتجاه ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، وأنه يعني يوقف العدوان على أهل قطاع غزة وإنفاذ المساعدات بكافة يعني صورها لأهالي قطاع غزة. طبعا هذه المعاني الإنسانية التي حملتها كلمة الرئيس اليوم تحمل الكثير من الثوابت المصرية تجاه ما يحدث في غزة، وتجاه ما يجب أن تكون عليه رسالة العلم والعلماء في نهوض الأمة وفي إرشادهم إلى الطريق السليم. طيب أستاذ صلاح، أيضا تم التطرق خلال هذه الاحتفالية على فكرة تجديد الخطاب الديني، والتي دوما كان ينادي بها سيادة الرئيس وينادي بها العلماء المسلمين، بضرورة أن يكون الخطاب الديني مواكب للشباب، مواكب لكل الفئات العمرية، وأيضا في محاولة لرفض كل محاولات التضليل للشعوب. يعني إذن كيف قرأت فكرة تجديد الخطاب الديني؟ وطبعا الرئيس حريص منذ فترة طويلة على ضرورة تجديد الخطاب الديني، وأن يكون الخطاب ملائما لمقتضيات العصر، لأنه طبعا العصر الذي نعيشه اليوم يعني هناك الكثير من المعاني الخاطئة التي أصبحت الآن توجه بشكل خاص إلى استقطاب الشباب نحو يعني جهة معينة أو اتجاه معين أو مفاهيم مغلوطة نحو الدين الإسلامي الحنيف. طبعا الرئيس في كل خطاباته بهذا المعنى
طالب ويطالب ويشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية للعلم والعلماء، واليوم أكد أيضا على هذا المعنى بأنه على العلماء دور كبير في تصحيح المفاهيم الخاطئة وضرورة التصدي للغلو والتطرف والفكر المنحرف، خاصة أن هناك استهداف للشباب بشكل خاص يعني عبر المنصات التي نراها، وهناك بالفعل يعني اتجاهات من القوى المعادية لنا والتي تحاول أن تستقطب الشباب بعيدا عن جوهر الدين وجوهر يعني ما يتطلبه الدين خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة، لأنه الوسائل الحديثة للتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التي تخاطب معظم الفئات العمرية خاصة صغار السن والشباب الذين قد لا يعلمون الكثير عن مفاهيم الدين الحنيف، فهؤلاء معرضون أكثر من غيرهم للاستقطاب والاستهداف من القوى التي تستهدف أولا التأثير على هؤلاء بمفاهيم خاطئة أو اقتيادهم نحو أهداف قد تستهدف تدمير أوطانهم من الداخل باستغلال بعض المفاهيم التي لا تعبر حقيقة عن جوهر الدين. وشاهدنا أنه بعض العناصر الإرهابية التي كانت تحاول النفاذ إلى هؤلاء الشباب وتحاول استقطابهم خلال السنوات الماضية والسنوات الأخيرة، فعلى العلم والعلماء وعلماء الأزهر وعلماء وزارة الأوقاف تحديدا دور مهم نحو إعادة يعني تصحيح المفاهيم وإعادة بالفعل المفاهيم الصحيحة للدين الحنيف الذي يجب أن يتصدى العلماء، لأنهم هم الذين يمتلكون العلم ويمتلكون الحجة ويمتلكون فعلا جوهر ما ينص عليه الدين الحنيف، فهؤلاء هم القادرون دون غيرهم على مخاطبة يعني الشباب والفئة الصغيرة عمريا، فيجب ألا يعني ينساق الشباب إلى ما يستهدفه القوى الخارجية التي تستهدف النفاذ إليهم عبر استغلال بعض المفاهيم التي لا تكون واضحة أو يتم استخدام بعض العبارات وبعض المفاهيم غير الصحيحة لجوهر الدين واقتيادهم من هذا السبيل. وشاهدنا في بعض الدول التي تجاورنا وبعض الدول المحيطة بنا أنه تم بالفعل استغلال هذه الفئات، وشاهدنا أن هناك عناصر بالفعل دست بينهم وحاولت أن تستغل يعني براءتهم وتستغل عدم وعيهم وعدم معرفتهم الحقيقية بدينهم، فهؤلاء مستهدفون بشكل أو بآخر من هذه الفئات وهذه القوى الخارجية. فعلى العلماء دور مهم جدا، والرئيس اليوم أكد على هذا المعنى بأنه بالفعل على العلماء دور أن يقوموا بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة ويتصدون للغلو والتطرف والعمل على تصحيح الفكر المنحرف وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. نعم، يعني أستاذ صلاح حابة أتطرق مع حضرتك واستغل وجود حضرتك معنا، وإحنا بنتكلم دايما عن الجمهورية الجديدة، وإحنا بنبني الجمهورية الجديدة يعني في إطار تصحيح الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني ومحاولة يعني إعلاء القيم الدينية الصحيحة ومحاربة التطرف والقيم المغلوطة، كيف ترى هذا يسير بالتوازي مع بناء الجمهورية الجديدة؟ طبعا احنا شاهدنا القسم الدستوري الذي يعني أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أمام مجلس النواب في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت مفخرة لكل المصريين أن يكون لدينا هذا الصرح العملاق في يعني، وهذا ما نأمله أن تكون انطلاقة حقيقية نحو المستقبل الذي نستهدفه جميعا لتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي الذي يستحق منا أكثر من ذلك. وطبعا تصحيح الخطاب الديني على رأس الأولويات التي يجب أن يهتم بها كل المصريين وليس فقط العلماء المنوط بهم يعني القيام بهذا الدور المهم والحيوي، لأنه طبعا هناك كما أشرت منذ قليل إلى أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة والكثير من الأفكار التي يجب أن يتم مواجهتها بالحجة ويتم يعني مواجهتها بشيء من التعقل والعقلانية الذي يعني هم العلماء فقط هم القادرون على مواجهة هذا الفكر المتطرف، لأنه العلماء يمتلكون العلم ويمتلكون الحكمة ويمتلكون فعلا يعني
سبل الدفاع عن جوهر الدين الحنيف. فطبعا جمهوريتنا الجديدة التي يعني نتطلع إلى أن تنطلق بمصر إلى المستقبل، خاصة مع انتهاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، واستعداد مصر أن تكون بالفعل منطلقة نحو المستقبل على هذا النحو الذي نشاهده ونأمله، خاصة بعد أن مرت المنطقة بكثير من التحديات، خاصة أن هناك بالفعل استهداف لهذه المنطقة من خارجها ومن بعض الدول التي لا تريد لهذه المنطقة الخير بشكل أو بآخر، وما نشاهده حولنا من توترات وعدم استقرار في المحيط سواء في الدول العربية المجاورة لنا. يعني لك أن تفكري قليلا ويفكر السادة المشاهدين، لماذا تستهدف هذه المنطقة تحديدا؟ لا نجد أي منطقة في العالم باستثناء المنطقة العربية هي التي يعني لا تتمتع بالاستقرار اللازم، ولا تتمتع بحالة من الأمن والأمان على النحو الذي يشهده العالم بأسره، لأنه بالفعل هناك استهداف منذ عام 2011 لهذه المنطقة ألا تستقر، وأن يكون هناك استهداف لهذه الدول التي الآن أصبحت معرضة أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التمزق ومزيد من التشرذم. فعلى شعوب المنطقة العربية أن يكون لديهم الوعي الكافي لمواجهة هذه التحديات والأخطار التي بالفعل هددت بعض المناطق وبعض الدول العربية التي يعني أصبحت الآن تعاني من عدم استقرار، وما نشاهده جميعا يعني خير شاهد على ذلك. والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر عدة مرات من أن حروب الجيل الرابع لا تعتمد على المواجهات العسكرية، لكن تعتمد على بس الشائعات وبس يعني روح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، حتى يعني يصبح هناك يعني تنابز ويصبح هناك عدم استقرار، ومن ثم يخترقون المجتمعات من دواخلها ويخترقون المجتمعات بشبابها وببعض المواطنين الموجودين الذين ليست لديهم الصورة كاملة وليس لديهم الأفق والوعي الكامل لمواجهة هذه التحديات والمخاطر. فنشاهد أنه في النهاية أو النتيجة الحتمية لهذه التحديات هو ما نشاهده في دولنا العربية على النحو الذي نشاهده، الذي لم تتعرض له الدول العربية على هذا النحو منذ آلاف السنين. فأصبحت المنطقة معرضة لمزيد من الأخطار، معرضة لمزيد من الاختراق، معرضة لكثير من عدم الاستقرار بهذه المفاهيم المغلوطة وهذه الأفكار غير السليمة. فتصحيح الخطاب الديني يتطلبه بالفعل أن يتم مواجهة حالات الغلو والتطرف التي أصبحت تهدد مجتمعاتنا من الداخل. نعم، أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر أستاذ صلاح مغاوري على كل ما تفضلت به من معلومات، شكرا جزيلا لك. وأيضا مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. برحب بحضرتك أستاذ جميل. أهلا بحضرتك أستاذ حنان، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إذن كيف قرأت الرسائل التي بعث بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية بليلة القدر؟ هي رسائل متكررة الحقيقة، ورسائل ضمنية سواء على الأوضاع في غزة أو أيضا ضرورة معايشة الجمهورية الجديدة بما تتضمنه من تجديد للخطاب الديني، من أيضا محاولات مجابهة الغلو والتطرف في الأفكار. هو طبعا رسائل مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته اليوم، طبعا تأكيده الواضح والصريح لتضامن الدولة المصرية الدائم مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والعمل بكل قدرة وقوة الدولة المصرية لوقف هذا لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأذل، ووقوف الدولة المصرية بجانب القضية الفلسطينية للوصول إلى حل دائم لهذه القضية بإقامة دولتها على حدود الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية. وده أهم الثوابت التي تسير عليها الدولة المصرية، اللي هي القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية والوصول إلى دولة فلسطينية. هو ده اللي دايما بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ده من أهم ثوابت الدولة المصرية التي لا تحيد عنها، بجانب طبعا النقطة الثانية الهامة جدا اللي هو إنفاذ
المساعدات بشكل مستمر ودائم لأشقائنا في قطاع غزة، وهو ده اللي بتسعى إليه مصر دائما. يعني كان المعبر رفح منذ اليوم الأول، المعبر منذ اليوم الأول لم يغلق أبوابه، مستعد لدخول كل الشاحنات التي تحمل المساعدات. طبعا كان في إعاقة زي ما احنا عارفين من الجانب الإسرائيلي، لكن مصر قدرت ان هي تضغط على المجتمع الدولي وتضغط على العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إنفاذ ودخول المساعدات. لكن لما أيضا بدأت إسرائيل في أو أن هذه المساعدات غير كافية، مصر بدأت في إسقاط المساعدات من الجو مع عدد من الدول. إذا مصر بتسعى بكل قوتها وكل قدرتها من أجل حل القضية الفلسطينية، من أجل دخول المساعدات، وكان الصوت المصري صوت واضح وصريح أمام العالم كله منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية، رفضها الدائم لما يتم والعمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية. وكان هذه لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مع كل زعماء العالم ومع قادة العالم بشكل مستمر، والاتصالات الهاتفية والدبلوماسية الرئاسية، كل ده كان الهدف منه الوصول إلى حل وإيقاف العمليات العسكرية. واستطاعت مصر أنها تغير وجهة نظر العالم في فيما يحدث في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، ولكن إسرائيل تعتدي وتسعى إلى عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجير قسري، واللي ده اللي بترفضه أيضا الدولة المصرية بشكل قاطع، وخط أحمر على عملية التهجير القسري. كل دي الدور المصري المهم اللي بتقوم به خلال الفترة الماضية، لأن ده القضية الفلسطينية في قلب وعقل الدولة المصرية، وهو القضية الأم بالنسبة لمصر، وهو ده دايما اللي بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل كلماته وكل أحاديثه. وعلى الجانب الآخر، النقطة الثانية أيضا أو الرسالة الثانية المهمة هو العمل على مواجهة الفكر المتطرف داخل الدولة المصرية، واحنا داخلين على الجمهورية الجديدة، طلب فكر جديد، طلب رؤية جديدة، طلب أيضا مواجهة الأفكار المتطرفة، الأفكار الإرهابية التي يأخذ منها الإرهابيين ويفسروا الأحاديث أو يفسروا الدين بشكل خاطئ، وللأسف الشديد بيؤثر بشكل كبير طبعا على بعض عقول الشباب. طبعا تجديد الخطاب الديني ده شيء دايما بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل طبعا مواجهة الفكر المتطرف، من أجل مواجهة التضليل والفكر الغير سليم اللي بياخده قادة الإرهاب وقادة التنظيمات والجماعات الإرهابية من أجل بثه في عقول الشباب. والهدف منه طبعا زي ما احنا شفنا في العديد من الدول المجاورة لينا، وأيضا كان في وقت من الأوقات داخل الدولة المصرية العمل على استغلال الشباب واستغلال الدين واستغلال الدين بفكر خاطئ من أجل طبعا تنفيذ عمليات إرهابية أو من أجل عمليات القتل، وهو ده اللي واجهته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وبتسعى إليه بشكل كبير جدا لمواجهة هذا الفكر التنظيمي الإرهابي. طبعا مصر بتواجه أيضا حروب الجيل الرابع بشكل واضح وبشكل صريح منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك مواجهة شرسة لهذه الحرب، حروب شرسة بتدار ضد الدولة المصرية بشكل كبير جدا وبشكل ممنهج وبشكل منظم. العمل على التشكيك، العمل دائما على إثارة الفتن، إثارة البلبلة، كل ده طبعا بتواجهه الدولة المصرية ولن يتم مواجهة. وطبعا كل دي من خلال طبعا تنظيمات وجماعات إرهابية أو
أجهزة استخبارات معادية للدولة المصرية، كل الهدف منها إثارة البلبلة وإثارة الفتن، لكن بتماسك الدولة المصرية وبتماسك ووعي وزيادة الوعي لدى المواطن المصري استطاعت الدولة أن هي تواجه هذه الحرب الشرسة. ولكن أيضا يجب أن يكون هناك باستمرار الوعي وزيادة الوعي لدى المواطن المصري وزيادة الوعي لدى الشباب المصري بشكل كبير، وده طبعا عليه دور كبير الأزهر، عليه دور كبير جدا، وعلماء الأزهر عليهم دور كبير جدا في تجديد الخطاب الديني، في العمل على الكشف عن كل ما هو خاطئ و يعني مواجهة الفكر الضال بالفكر السليم، بالدين السليم الحنيف، دين الإسلامي الحنيف الذي لا يحض على العنف، لا يحض على الإرهاب. بالتأكيد أستاذ جميل، الأزهر الشريف يلعب دور كبير جدا في يعني تجديد الخطاب الديني، ولكن إلى أي مدى من وجهة نظرك ترى أن هذا التكريم لحفظة كتاب الله يكون قدوة لشبابنا في اتباع تعاليم الإسلام السامحة والبعد عن أي أفكار مغلوطة؟ هو بالطبع تكريم الشباب لحفظ القرآن الكريم وتكريم ولقاء الرئيس طبعا بأصحاب الفكر الإسلامي المستنير في الاحتفال بليلة القدر، وكل ده طبعا حافز لدى الشباب. هو الدين الإسلامي هو دين حنيف، هو دين يحض على الحب لا يحض على الكراهية. لهذا السبب يجب أن يكون الشباب المصري طبعا هو مرجعهم القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال طبعا الأزهر الشريف ومن خلال مشايخ الأزهر الشريف اللي هم بيسعوا دائما إلى بث روح الدين الحنيف، بث روح العدل والمساواة وحب الوطن وحب الله والعمل على العيش في سلام. هو ده الهدف من الدين الحنيف. لهذا السبب الأزهر الشريف طبعا زي ما بقول لحضرتك ليه دور. الشباب أيضا لما ينظروا إلى هذا التكريم وينظروا إلى الدين الحنيف معانيه السامية أعتقد أن هيكون لهم دور كبير في تصحيح المفاهيم المغلوطة اللي بيسعى طبعا بعض التنظيمات وجماعات الإرهابية إلى بثها في عقول الشباب وتفسير الدين تفسير خاطئ. نعم. طيب أستاذ جميل، يعني أيضا من ضمن الكلمة التي ألقاها سيادة الرئيس خلال الاحتفالية هو التأكيد على قيم العمل، قيم الكفاح، ووصفها بأن الله سبحانه وتعالى لن يعني يرضى عن العبد إلا بالكفاح وبالعمل. إلى أي مدى نحن بحاجة في هذا الوقت لاتباع هذه القيم في حياتنا اليومية؟ هو طبعا يعني قيم العمل وقيم الكفاح، العمل ده من أهم وأسمى الأشياء يعني، والكفاح أيضا من أجل بناء الدول وبناء وبناء قوة الدول. يعني يعني الرسول أكد أكثر من مرة أن المؤمن القوي خير وأحب على الله من المؤمن الضعيف. إذا المؤمن القوي، القوي بعمله، القوي في بناء دولته، القوي في بناء مؤسسات دولته من أجل الحفاظ عليها ومن أجل تقدمها ومن أجل مصلحة الدولة. إحنا شايفين في الوقت الحالي ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبرى ودور المواطنين والشعب المصري من أجل العمل على إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى. احنا شفنا من 2014 حتى الآن عمليات التطوير والتحديث اللي تمت في كل محافظات الجمهورية، المشروعات القومية الكبرى من خلال عمل المواطنين المصريين، من خلال أيضا حث المواطنين المصريين على إعادة بناء دولتهم. كان دايما الرئيس يؤكد على العمل وأن احنا نعمل ونستمر في العمل من أجل تطوير الدولة ومن أجل تحسين المستوى الدخل للمواطنين ومن أجل أيضا جذب الاستثمار
الخارجي داخل الدولة من خلال البنية التحتية اللي تم وضعها داخل الدولة من أجل جذب الاستثمار. إذن بالعمل وبالكفاح، ده طبعا من أسمى الآيات في الدين الحنيف، ولكن على الجانب الآخر هو الهدف الأساسي منه هو العمل على الارتقاء بمستوى الوطن، الارتقاء بمستوى المواطنين، الارتقاء أيضا بقدرة وقوة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أيضا في الجمهورية الجديدة، العمل والاستمرار على العمل من أجل تحقيق المزيد من التقدم ومزيد من الازدهار للدولة المصرية. أيضا تضمنت الاحتفالية يا أستاذ جميل افتتاح عدد ومجموعة من المساجد الجديدة، يعني إلى أي مدى هذه المساجد أيضا تأتي انطلاقا من الجمهورية الجديدة، مش بس مجرد كلام ولكن تغيير للأفكار، تغيير لطريقة التفكير والعقول، وتبديل الأفكار من أفكار خاطئة إلى أفكار يعني تفيد المجتمع وتفيد المواطنين داخل المجتمع أيضا؟ هو طبعا يعني الافتتاح المساجد، طبعا احنا الدولة كان عليها عامل كبير ودور كبير جدا طبعا في المستوىات القومية الكبرى لإنشاء المساجد وزيادة إنشاء المساجد في كل المحافظات. طبعا دي ليها دور كبير جدا في إعادة التنوير للشباب المصري وزيادة الوعي بالنسبة للشباب المصري بشكل كبير. حضرتك لو نتذكر ان كان في ازمات كثيرة بتحدث وخاصة في محاولة تغيير الوعي او تجديف الوعي لدى المواطنين المصريين منذ فترة طبعا سنوات طويلة مضت، من خلال ما يطلق عليها الزوايا مثلا في بعض المحافظات، في بعض المناطق الشعبية، في بعض المناطق المختلفة من الدولة، بعض الزوايا أو الأماكن التي كان البعيد عن أعين الدولة من خلال مشايخ غير معروفين للدولة المصرية بيسعوا للأزهر الشريف، طبعا بيسعوا طبعا إلى بث الأفكار المغلوطة، بث العديد من الفكر الضال داخل عقول الشباب ومحاولة تزييف الوعي لديهم. هو للأسف شديد شهدنا منهم كتير جدا خلال الفترة من 2011 ل 2013 وما بعدها من خلال التنظيمات الإرهابية والفكر الضال اللي كان بيبثوا في عقولهم أصحاب الفكر التكفيري. لكن مواجهة الدولة هذا بزيادة إنشاء المساجد، زيادة أيضا وجود دعاة من خريجي الأزهر الشريف، والعمل على بس طبعا روح الإسلام والتسامح، طبعا زيادة عدد المساجد دي لمواجهة طبعا هذا الفكر الإرهابي الضال، لمواجهة طبعا العقول التي بتسعى إلى بث العنف وبث الكراهية وروح العنف وروح الكراهية وتزييف الدين الإسلامي الحنيف. فطبعا دي كان شيء مهم جدا، والجمهورية الجديدة طبعا فيها الفكر المعتدل الإسلامي المعتدل اللي كلنا متربيين عليه، وكل الدولة المصرية ودين الوسطي السليم ده هو طبعا بيتم طبعا تفسيره من قبل الأزهر الشريف بالشكل السليم، بالشكل الوسطي، بالشكل الحقيقي. طبعا هذه المساجد لزيادة الوعي لإعادة بناء الشخصية المصرية والوعي بالنسبة للشباب المصري بشكل كبير. نعم، إذن هو الدين الإسلامي يعني يدعو للفكر المعتدل، يدعو للفكر الوسطي، دي أكتر حاجة ممكن أختم معاها حديثي مع حضرتك. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام دلوقتي هنخرج مع حضراتكم لفاصل قصير، بعده هنستكمل معكم هذه التغطية. عودة من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال هذه التغطية، والآن ننتقل إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية.
حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزه. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه اللي مطلوب اغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. تميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان أو أي إجراءات إسرائيلية أحادية تعوق إقامة الدولة الفلسطينية، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين. خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين. مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي، الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر. وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني. في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، ووصف بالحل الأعم والأشمل، إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
حرصت مصر دوما على القيام بدور فاعل في سبيل حل القضية الفلسطينية، حيث كانت مصر وما زالت الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين، وقدمت في سبيل ذلك كل جهد ممكن، كما قامت مصر بإسهامات على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والإنسانية على حد سواء. المزيد عن الجهود المصرية في هذا الشأن في العرض التالي مع الزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. حرص مصري دائم على الاطلاع بأدوار فاعلة في كل قضايا الأشقاء العرب، والتي تأتي القضية الفلسطينية في الطليعة منها، حيث كانت مصر وما زالت الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين، وبذلت في سبيل ذلك كل جهد ممكن. كل عناصر الملف الفلسطيني كانت حاضرة في الجهود المصرية، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، حيث كان لمصر إسهامات مضيئة في هذا الأمر، فضلا عن دورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة على قطاع غزة، وصولا إلى دورها الكبير في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. وخلال الأزمة الحالية في قطاع غزة، أكدت مصر جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. كما شددت مصر على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل. الحلول المصرية للأزمة ارتكزت على عدة محددات، أبرزها وقف التدهور القائم في غزة عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، والعمل على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. كما طرحت أيضا مصر خارطة طريق خلال قمة القاهرة للسلام، والتي احتضنتها في 21 من أكتوبر الماضي، وحضرها أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، والتي تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة محاور تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة. أما على المستوى الإنساني، لم تدخر مصر أي جهد، بداية من الضغط لإدخال المساعدات، مرورا بإقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو. كما شاركت مصر أيضا في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب الحرص على استدامة العمل في معبر رفح رغم العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل. وتعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%. ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا مما قدمته وتحرص مصر على الاستمرار في تقديمه من أجل الأشقاء في فلسطين ولإنهاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة. أشكركم على المتابعة. جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية لطرح حلول يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة وسوء الأوضاع الإنسانية، وسط استمرار لسياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل، وهي جهود بدأ التمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية.
يعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد في التقرير التالي. انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة، كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية. كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي. الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري. إذن مشاهدين الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية والتي خصصنا جانبا منها لمتابعة احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصصنا أيضا جزءا آخر منها لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. كنت معكم في هذه التغطية، أنا حنان عاطف، إلى اللقاء.